يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا من العنوان غادي يكون على البطاقه المهنيه للفنان. طيب الحال كاينين الناس مازال ما كيعرفوش شنو هي البطاقه المهنيه للفنان وشكون هما الناس المعنيين بهذه البطاقه، شنو هما الوثائق اللي خاصني نجمع لهذه البطاقه، والا جمعتهم فين غادي نديهم. طبعا هذه المعلومات كاملين غادي نجمع لهم غادي نجاوب عليهم في هذا الفيديو. ان شاء الله نتمنى انكم تابعوا الفيديو للاخر وما تنساش سبسكرايب ولايك وتعليق الى عجبك الفيديو. سميتها البطاقه المهنيه للفنان. هذه البطاقه هذيك كتعطيها لك وزاره الثقافه. الناس المعنيين بهذه البطاقه هذو سواء كنتي ممثل مغني رسام مخرج منتج بهلوان كدير شي حاجه عندها علاقه بالمجال الفني فمن حقك انك تدفع البطاقه المهنيه للفنان. بالنسبه للوثائق فهي وثائق بسيطه وفي متناول الجميع، يعني وزاره الثقافه حطت لك واحد القائمه ديال الوثائق اللي خاصك انك تجمعهم. اولا طلب خطي يوجه الى السائد رئيس لجنه بطاقه الفنان كيف ما كيبان لكم في الشاشه. ثانيا ملء المطبوع الخاص ببطاقه الفنان حتى هو كيف ما كيبان لكم في الشاشه، وغادي نحط لكم رابط التحميل مباشره من موقع وزاره الثقافه اسفل الفيديو. ثانيا السيره الذاتيه لطالب البطاقه، يعني بالنسبه لطلب بطاقه الفنان او تقني او مديري الاعمال حتى يرى فيها ديال مديري الاعمال او تقنيين. جرد الاعمال الاحترافيه مع اثباتها بعقود العمل او شواهد العمل المبرمه مع شركه الانتاج او الفروق المنتجه. بالنسبه للناس اللي معفيين من هذه الوثائق فهم خريجي المعاهد. بالنسبه انت عندك دبلوم ديال المعهد المعترف به فانت معفي من الادلاء بهذه الوثائق هذو. كتزيد عليها جوج تصاور خلفيه بيضاء، وكتزيد عليها نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، وكتزيد عليها حسن السيره. حسن السيره كتجيبها من الكوميساريه او من المحكمه، كتجمعهم فواحد الجوا كبير. حنا جمعنا هاد الوثائق هادو فين غادي نديوهم؟ غادي نديوهم اقرب مديريه الثقافه، يعني المديريه ديال الثقافه اللي كاينه في المدينه ديالي. بحال هنا في اكادير كاينه في حي الداخله. بالنسبه لمراكش الدار البيضاء كل بلاصه راه فيها كل بلاصه فيها المديريه ديال الثقافه. طبعا الحال بالنسبه للناس اللي مسجلين في المكتبه المغربيه لحقوق المؤلف او المركز السينمائي المغربي فبامكانهم انهم يزودوا الملف ديالهم بنسخه من احدى هذه البطاقتين. بالنسبه للمزايا ديال هذه البطاقه فحاليا هناك مزايا، وربما في مستقبل الايام تظهر مزايا اخرى. من بين هذه المزايا انها كتوفر لك كتنقص لك 30% بالنسبه للقطارات او الخطوط الملكيه المغربيه او بالنسبه لفندق ايبيس. بالنسبه للمزايا الاخرى فانك انت كممثل مثلا او كمغني او مؤدي من حقك انك تخلص في واحد سميتها في واحد المكتب سميتو حقوق المجاوره. بالنسبه للمغنيين الممثلين او منتجين كيف ما بغاو يكونوا فمن حقك انك تعاود تخلص في اعاده البث ديال الاعمال ديالك، حيت كان في السابق كان واحد المكتب سميتو مكتب المغربي لحقوق المؤلف، دابا خرج واحد المكتب في وسط منه سميتو الحقوق المجاوره. الناس المعنيين بهذا هما الممثلين المؤدون، اي واحد عنده مثلا كممثل من حقك انك تعاود تخلص في اعاده البث ديال الاعمال اللي انت مشارك فيها. بطبيعه الحال كتخصك تكون عندك البطاقه المهنيه للفنان، هذا الشيء علاش ضروري. انت كمغني او فنان خاصك تكون عندك البطاقه المهنيه للفنان، وكتدعمك ايضا بالنسبه لملف طلب التاشيره. طبعا الحال راكن واحد الفيديو غادي نحط لكم في اسفل الفيديو، واحد الديسك الرابط ديال الفيديو نحط لكم في الديسكريبشن، كنهضر فيه على تاشيره شنغن للفنان. ان شاء الله نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبك ما تنساش تخلي لي تعليق جيم وسبسكرايب فلاشين، ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.